من شوي كنت أفكر كيف أن الحياة صارت جدا سهلة بوجود الأجهزة. يعني الأجهزة بأي مجال، كان التقني، الأشياء اللي تقربنا من الناس، أجهزة التجميل، يعني كل شيء له جهاز، كل شيء صار سهل. من ضمنها الشعر، يعني الحين أجهزة الشعر وأنت بلمستين مصالحة شعرك. طيب كيف كانوا قبل؟ بل ما شاء الله تبارك الله تميزوا كل أنواع أجهزة الشعر، لكن الجهاز المفضل بالنسبة لي والأقرب لقلبي هذا لابل ستريت. صراحة سهل وأخلص بسرعة، النتيجة حلوة. افتح الجاكيت. اوكي. ها؟ ماما؟ بل ما شاء الله مسوين عروض على كل الأجهزة بمناسبة يوم التأسيس، بس العرض اللي على هالجهاز صاير 189 ريال. صراحة فرصة ما تتفوت. ما كان الجهاز اللي تستخدمينه لا تفوتون هذا البخاخ اللي هو اسمه لابل بروتكت، تحطينه على شعرك، مدعم بالأرجان، في فيتامين ها يحمي من التقصف، من التكسر. العروض على لابيل بمناسبة يوم التأسيس مثل ما تشوفون على كل الأجهزة، الأسعار 189، هذا 229، حتى لابيل بروتكت صاير عليه خصم.